كل ما ذكر البدار إلى الزواج. لا تترك نفسك هكذا، لا تترك نفسك بدون زوجة. ابن مسعود يقول: والله لو لم يبق من عمري إلا ليلة لا أحببت أن أكون فيها مع زوجة، لا أحببت أن أكون فيها مع زوجة. إياك أن تخلو بامرأة أجنبية. وبدأ ابن الصامت يقول: أنا والله بلغت 80 سنة ومات هذا مني منذ زمن، يعرض يعني بالذي مات معه، والله أخشى أن أخلو بامرأة يأتي الشيطان يحركني فأقع في الحرام على هذه الحال من الكبر. فالله الله في أنفسكم يا عباد الله، يبادر كل شاب إلى التزويج، يبادر كل شاب إلى الزواج لأفاف نفسه. فنحن من دعائنا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فليبادر كل منا إلى أعفاف نفسه وأعفاف أولاده قدر جهده واستطاعته. يبادر كل إلى هذا السبيل المقيم الذي هو سبيل الأنبياء. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالناس تخاف من فوات الرزق والعياذ بالله، يقول لك أنا أدرى أكل نفسي. أعلم يا أخي أن الرزاق هو الله، الرزاق هو الله، ما هو أنت ولا أنا، ما نحن إلا أدوات. الأب أداة يوصل الرزق الذي ساقه الله إلى ابنه وابنته، وإلا فإذا انتقلت البنت إلى بيت الزوج الرزق يتحول إليها وهي في بيت زوجها. فما نحن إلا أدوات، والرزاق ذو القوة المتين هو الله. كهذا النظرة نظرة أهل الجهل والغباء الذين يقولون: إذا تزوجت من أين أنفق؟ ويحسبها بالورقة والقلم. يا أخي أنت ممكن تحسب بالورقة والقلم ويجيك مرض يجعلك تنفق كل مرتبك على المرض، تعافى من المرض يدخر لك المال. قد تأتي زوجتك تلد، طبيب فاجر يقول لك: نشق بطنها شقا سريعا تغرم لك 10,000. وربنا يسهل لرجل آخر وتلد المرأة ولادة سهلة يسيرة. غفل ناس عن قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. أيها الإخوة، إن الزواج مظنة الإنجاب، والإنجاب شيء حسن، الإنجاب شيء حسن. إذا لك 20 من الولد على طاعة الله وطاعة رسوله أفضل من لا شيء. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. امتثال حديث الرسول: تكاثروا أو تناكحوا فإني مكاثر بكم. إخواني، خير الهدي هدي محمد، خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. أنا وأنت تختلف أفكارنا، عقلي غير عقله، غير عقل هذا غير، لكن الحكم على الجميع الذي خلقنا، الذي خلقنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.